بتعرفوا شو الفرق بينكم بين الناس العاديين؟ بين العالم اللي بتفيق الصبح بكير كرمال تاخد لقطة لشروق الشمس، بين العالم الباقيين اللي بيكونوا نايمين؟ أو الفرق بين الواحد اللي بيكون بعز الشتاء بيحمل حاله بيطلع على الجبل كرمال ياخد لقطة للبرق هو عم ينزل، بينما باقي العالم قاعدين حد الدفايات؟ أو الفرق بينكم لما تطلعوا انتوا على منطقة نائية ما فيها ولا ضوء كرمال تصوروا النجوم، بينما الباقيين قاعدين ببيوتهم؟ لأنه انتوا ناس مميزين وبتهتموا بهيدي التفاصيل الصغيرة، حبيت أقدم لكم هيدي التوتوريال اللي هي عبارة عن تفصيل كتير صغير بس ممكن يعمل شغلكم مميز. هيدي الشغلة اسمها كورنر بن، اللي هي حتحللكم الفيديو تاعكم. خليكم معنا للآخر، وإذا مش عاملين سبسكرايب عملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل شي جديد. الحلقة اللي بدنا نسويه حنجيب نحنا هيدي الصورة اللي هي عبارة عن لابتوب. أول شغلة لازم نسويها إنه نظبط السكيل تاعها لتصير على قد الشاشة. من بعدها هلأ بدنا نجيب فيديو، حنظبط السكيل تاعه ليصير أصغر، ليصير شوي مناسب لحجم الشاشة الموجود هون. من بعدها حنيجي نحنا ناخد بالإفكت، حنفوت على كورنر بن، نعمل دراج للكورنر بن، نحطه فوق الفيديو. هلأ صار في عنا هيدول الأربع نقط موجودين قدامنا، حنيجي نكبس عليها، نقربها على الزاوية، النقطة التانية على الزاوية كمان، حنفوت زوم إن شوي عشان نقدر نشوف الديتيل أكتر، حنقرب على الزاوية اللي تحت، بدها شوية تظبيط، نشوف بدايتها هي هون. هلأ بس بدكم تفوتوا انتو بالتفاصيل الديتيل أكتر، بتقربوا هون على الإفكت كنترول، على الكورنر بن، بتقدروا تتحكموا فيها. هيدي النقطة نحن عنا إياها اللي هي lower right، حنيجي نحن نظبطها شوي. اوكي صارت هلأ تمام. حنروح على الزاوية التانية اللي هي من تحت، نفس الشي حنقربها تمام. هلأ على الزاوية اللي فوق والزاوية الأخيرة ظابط. نروح زوم اوت، خلينا نعمل رندر ان اوت عشان ما يعلق معنا. مثل ما شايفين الفيديو تاعنا صار ماشي مع البرسبكتيف الصح تاع هيدا اللابتوب. واهم شغلة انتو تعملوها انو تكونوا حاطين النقط بالمحل الصح عشان يبين البرسبكتيف 100% واقعي. هناخد هلأ سامبل تاني كمان، هيدي القاعة بالسينما، هنحطها ونظبط السكيل تاعها لتصير على قد الكومبوزيشن تاعتنا. هناخد الفيديو مرة تانية، نشيل هالبارت، بدنا نصغر السكيل تاعه ليصير قريب للسكيل تاع هيدي الصورة. فيكن هون تكبسوا على الموشن، بتقدروا تصيروا تحركوا الفيديو بالماوس. من بعدها حنحط الافكت كورنر بن فوق الفيديو، نكبس على كورنر بن ليطلع لنا هيدول الزوايا، فوت زوم ان، هنبلش من هون. نعمل زوم اوت، بنشوف انه صار البرسبكتيف تاع الفيديو تاعنا صار مطابق للبرسبكتيف تاع الصورة. نكبس انتر لنعمل رندر ان اوت محل ما احنا بدنا، وهيك بنشوف الفيديو تاعنا صار موجود بقلب قاعة السينما بنفس البرسبكتيف اللي نحنا حطيناه. وهيك بنكون تعلمنا كيف بنعمل كورنر بن. إذا بعدك مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس، وبشوفكن في فيديو جديد.